الأمن المركزي، وكانت القوات دي بإشراف الميداني للسيد اللواء مساعد الوزير للمنطقة والسيد اللواء مدير أمن بورسعيد. بدأت المباراة، كان في تسخين في المباراة اللي شغال التسخين من قبل الجماهير الأهلي والبورسعيد. ابتدت المباراة، بدأت لجوان تيجي والكلام ده كله لغاية ما انتهت المباراة لصالح المصري البورسعيد. القوات نزلوا، الجماهير حوالي 13,000 نزلوا بدفعة قوية على الملعب، والملعب مفهوش السور بتاعه واطي لأنه مفهوش أي عائق، لأن الفيفا الماتش ده عشان الفيفا رجعت مواصفات الملعب وشالت أي حاجة عائقة ما بين الملعب الجماهير المدرجات والملعب. نزلت الجماهير بأمواج مندفعة ناحية جماهير النادي الأهلي اللي هما كانوا حوالي 1200. الأمن المركزي وقف ناحية الجماهير النادي الأهلي في محاولة لصد الفوج اللي جاي ده كله على الجماهير. نزلوا اشتبكوا مع بعض، من التزاحم والإصابات والكلام ده كله أدت إلى حالات وفاة وحالات مصابات داخل الملعب. يعني النهاردة في أولا خرجت القوات، خرجت جماهير المصري، سيطرنا على جماهير الأهلي داخل الملعب. الجهاز الفني والإداري واللاعبين كان تحت سيطرة الأمن المركزي عشان يمنع أي تعدي من جماهير بورسعيد. بعد أخلينا بورسعيد تماما المدينة، قدرنا نأمن مغادرة اللاعبين والجهاز الفني للمطار البورسعيد. أمننا الجماهير 1200، ركبناهم عربيات في حراسة الأمن المركزي وخرجوا فعلا من الملعب لغاية لما طلعوا على محطة القطر بورسعيد. أمننا قطر بورسعيد بقوات ركبة القطر بقيادة ضباط والسكة الحديد، وأمننا خط السكة الحديد بطول بورسعيد والإسماعيلية حتى الوصول للقاهرة. كل الكلام ده الحقيقة أولا ظبطنا أجهزة الأمن، ظبطت كمية كبيرة من المتهمين، وجاري لسه مازال عمليات الضبط مستمرة. وزارة الصحة ببورسعيد دكتور حلمي العفني. صباح الخير يا دكتور حلمي. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك وعزائنا ليك ولكل أسر الضحايا، والحقيقة عايزين نعرف إيه أخبار الأحوال المصابين والمتوفين. تمام حضرتك، هو حضرتك إحنا المستشفيات استقبلت، يا ريت الصوت شوية دكتور حلمي من فضلك. حضرتك كده واضح؟ اتفضل. حضرتك المستشفيات إحنا استقبلنا 70 حالة وفاة. 70 دلوقتي يا فندم؟ 70 الرقم الإجمالي، 70 أو 70 حالة وفاة. حضرتك تم توزيعها على مشارح 4 مستشفيات، واستقبلنا 256 مصاب. حضرتك في طبعا وزارة الصحة دعمتنا بدخول سيارات من الإسماعيلية ومن السويس ومن دمياط وبيئاتهم الطبية، وبرضه جاء سيارات من القاهرة، والقوات المسلحة أرسلت 3 طيارات في 130 بأسهم طبية في المطار لنقل المتوفين والمصابين إلى القاهرة. دكتور حلمي، يعني مبدئيا حضرتك ما هي أنواع الإصابات أو يعني أسباب حالات الوفاة؟ ويعني طمنا برضو على الناس، هل هناك إصابات ترد إليكم في هذه اللحظات أو في هذا الوقت؟ لا فندم، هو حضرتك يعني بعد مباراة مباشرة حدثت هذه الأحداث المؤسفة، بدأت تتوالى الإصابات والوفيات إلى الناس حوالي على الساعة مثلا حضرتك 9 مساء أو 10 مساء، كان الأمور خلاص يعني كل بتتعمل اللي هو التعامل مع المصابين وتجهيز حالات الوفيات. طبعا جه السادة وكلاء النيابة والسادة أطباء. دكتور حلمي من فضلك، يعني برضو يعني هناك علامات استفهام حوالين هذا العدد الكبير من الضحايا، 70 أو أكثر، يعني عدد يثير التساؤل، يعني إزاي دول كلهم توفوا؟ هل هناك أسلحة استخدمت؟ هل يعني أسباب الوفاة كانت إيه؟ هو حضرتك الأسباب هي الظاهرية اللي احنا شفناها في معظم الوفيات اللي شفناها، مفيش إصابات خارجية خالص على معظم الوفيات، وشباب صغير، هو نتيجة التزاحم حضرتك والسقوط من مرتفع، يعني غالب معظمه سقوط من مرتفع. في مثلا إصابة حضرتك ده نقيب شرطة حصل له انفجار في الطحال وتم عمل استئصال الطحال له في مستشفى المستشفى العام، إنما الإصابات اللي ما فيش يعني ما شفناش طلق ما شفناش الكلام ده. إحنا سطرنا حضرتك 51 حالة بالطائرات سافرت إلى القاهرة،
ثلاث قوات مسلحه، في 17 حاله تم استلامها عن طريق الاهالي، منهم خمس حالات من محافظه بورسعيد وحاله من اسكندريه، حالتين من نوفيه، ثلاثه من دمياط، اثنين من المنصوره، واحده من السويس، واحده محل الخبرة، وواحده زائد. دول سافروا عن طريق اسعاف برضه هيئه الاسعاف المصريه من بورسعيد من هنا على اماكن اقامتهم. طب دكتور حلمي، يعني انت موجود في بورسعيد بالتاكيد، يعني ربما تكون تابعت هذه الاحداث. يعني احيانا بيحدث الاصابات والوفيات نتيجه للتدافع، يعني هل من خلال ما سمعته او تابعته في هذه الاحداث من الممكن ان تكون هذه الاحداث او بعضها نتيجه للتدافع، خصوصا ان الحشود كانت كبيره واعداد ضخمه جدا؟ ممكن يا فندم، لان الاعداد كانت كبيره جدا. انا سمعت طبعا من السيد الوزير وهو بيتكلم، انا كنت عارف العدد بصراحه اللي اتدفع على مضرة النادي الاهلي، انما طبعا العدد ده يعني حاجات يعني غير محتمله، والمدرج حضرتك عالي، فكان التدافع ده بيندفعوا على بعض وسقطوا من العلو ده معظمهم. يعني حضرتك ظاهريا كده في حالات كتيره نتيجه اختناقات، يعني اختناق من الزحمه والتدافع يعني. نعم. طبعا دكتور نتمنى للجميع السلامه. الدكتور حلمي العفني وكيل وزاره الصحه ببورسعيد، شكرا على هذه المداخله. أيضا الحقيقة كان عندنا ملف الأمن كان مطروح بقوة على طاولة حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري. هناك بنوك تسرق وتنهب، هناك شركات صرافة يتم السطو عليها، كان هناك استعراض لتقرير حول جهود إعادة الاستقرار يعني للشارع المصري. اسمح لي قبل استعراض التقرير، يعني لابد أن نوضح الحقائق. يعني نحن مر علينا عام تقريبا منذ أحداث يناير، وكان هناك اقتراحات كثيرة جدا على وزارة الداخلية وعلى الوزارات المتعاقبة بتشكيل قوة يعني موازية لوزارة الداخلية تشبه مثلا المباحث الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو يعني عودة إلى فكرة الجيش الشعبي اللي كان متواجد في فترة الستينات. أفكار كثيرة جدا طرحت لحل مشكلة الأمن، وهي كانت مشكلة ملحة جدا ومؤثرة أيضا على الاقتصاد المصري، ليس فقط على أمن الأفراد. يعني لم يستجاب لهذه الأفكار لسبب غير معلوم، الله أعلم هو إيه، وبقى يعني الناس في حالة فزع ورعب حتى هذه اللحظة، والأمور بتتطور. يعني أنا الوقت أن نعود لمثل هذه الأفكار المطروحة، لابد من حل عاجل وفوري. المسألة لن تأتي من خلال اجتماعات ويعني تصريحات وغير ذلك من الأمور، يجب أن يكون هناك حل فوري واستجابة لكل الاقتراحات الموضوعية التي من الممكن أن تحل هذه المشكلة في غضون أسابيع، ولا يجب أن نترك الناس هكذا. طيب كمان يمكن عصام من ضمن الموضوعات اللي ناقشتها حكومة الجنزوري قضية المطالب الفئوية، وقال أنه حيتم التعامل مع أي محاولات لتعطيل مرافق الدولة بكل الحسم.